أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: صمت يوم عاشوراء وكنت متوضئا لصلاة المغرب، وفي اليوم الثاني أخبرني أخي أن الذي أفطرت عليه البارحة فيه لحم حاشي، فهل أعيد صلاة المغرب علما بأني لم أكن أعلم بذلك؟ أي نعم، تعيد إذا تأكدت أنك أكل من لحم الجزور ولو حاشي أو كبير كله سواء، تعيد صلاة المغرب لأنك لم تتوضأ. نعم، شوفوا أعيد السؤال. وسلمك الله، صمت يوم عاشوراء وكنت متوضئا لصلاة المغرب، في اليوم الثاني أخبرني أخي أن الذي أفطرت عليه البارحة فيه لحم حاشي. أي نعم، إذا كان قصدا فيه لحم وأكله من الإبل إنه يعيد الصلاة، أما إن كان إنه مرق مجرد شوربه أو مرق ولا فيه لحم إنما طعم اللحم هذا ما يضر ولا ينقض الوضوء. نعم.